بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الأميرة دينا مرعد المعظمة، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الطيب والهام الذي يضم نخبة من ممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية وسفراء الدول والبعثات والمنظمات الدولية وممثلي الشباب والمرأة المعنية بالشأن التنموي على كافة مستوياته، والذي يأتي لإطلاق تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الأردن. إن لقاءنا اليوم يعد ترجمة لنتائج القمة العالمية التي عقدت في أيلول الماضي إلى واقع ملموس، والتي نتج عنها إعلان أجندة التنمية المستدامة 2030. وقد كان لي شرف إلقاء كلمة الأردن في تلك القمة، وقد جاءت هذه الأجندة شاملة للإنسان والكوكب والسلام والازدهار والشراكة. لقد أدرك الأردن منذ البداية أهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودون الإضرار بالموارد الطبيعية، وهي الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه في الأردن، حيث عملنا على اتباع النهج التنموي التشاركي وتبني سياسات وتدابير حصيفة وبناء المؤسسات لتعمل جميعا وفق منهجيات متناغمة ومتناسقة، وتعزيز الشراكات لإيجاد تنمية متوازنة من حيث الأبعاد القطاعية والجغرافية والسكانية، وبالتالي تحقيق العيش الكريم للمواطن الأردني. وقد حقق الأردن نتائج إيجابية في هذا المجال رغم الصعاب وحجم التحديات التي واجهته عبر مسيرة التنمية على مر العقود. لقد مثلت الأهداف الإنمائية للألفية وغاياتها منذ إعلانها في العام 2000 أحد الأركان الرئيسية المهمة في التنمية، ولأول مرة جمعت هذه الأهداف كافة دول العالم نحو رؤية مشتركة هدفها الأساسي الإنسان. ونحن في الأردن ومنذ إعلانها في العام 2000 وانطلاقاً من أهمية هذه الأهداف والتي تتناغم وتنسجم في مجملها مع الأهداف الوطنية، فقد كان الأردن من أوائل الدول التي عملت مع منظمات الأمم المتحدة على إدماج أهداف وغايات هذه الألفية في الخطط والبرامج الوطنية والمحلية، بالإضافة إلى وضع آلية لقياس مدى التحقق فيها. وإن تتبع الأهداف والغايات الألفية على المستوى الوطني وفق البيانات كشف عن إنجازات كبيرة تحققت منذ تبنيها في العام 2000، سواء كان ذلك في مكافحة الفقر والجوع وتعميم التعليم ومكافحة الأمراض السارية وضمان الاستدامة البيئية. وقد تراوحت النتائج، إما أنه تحقق أو أنه حقق تقدماً كبيراً وملموساً، كما لوحظ أن الإنجاز كان سريعاً في السنوات الأولى للإعلان ثم مال إلى التباطؤ أو الثبات في بعض الأحيان، وهذا سبب التحديات التي واجهت الأردن أثناء التنفيذ تتعلق بالهجرات من الدول المجاورة نتيجة النزاعات في المنطقة، وكذلك الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وأزمة ارتفاع أسعار النفط العالمية وما تبعها من أزمات في آخر 5 سنوات. وانطلاقاً من إطار عمل الأهداف الإنمائية للألفية وفي العام 2012، فقد برزت الحاجة إلى الانتقال إلى أبعاد تنموية شاملة مستدامة تحقق الكرامة للجميع، حيث انطلقت عملية المشاورات لرسم شكل التنمية العالمية لما بعد 2015. وما اختيار الأردن ضمن الدول التي أجريت فيها المشاورات وضمن جولتين لهو دليل على مكانة الأردن الدولية والدور الفاعل الذي يقوم به ضمن هذه المنظومة الدولية وبرعاية الأمم المتحدة. وقد تميزت هذه المشاورات بعنصر الشفافية والشمولية، حيث شارك المجتمع الأردني بكافة أطيافه وفئاته من قطاع عام وخاص ومؤسسات المجتمع المدني والحضر والريف والبادية والشباب والمرأة. واسمحوا لي بهذه المناسبة أن أتقدم بالتهنئة والتبريك للمرأة في الأردن التي نعتز بها بشكل كبير وفي العالم بشكل عام، والأخوات المشاركات في اللقاء بيوم المرأة العالمي الذي يصادف هذا اليوم.
وقد أجريت المشاورات بالتعاون والتنسيق الكامل ما بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأردن والإقليمية. كما لابد من الإشارة إلى أن مشاركة الأردن بكافة المشاورات العربية لبرورة موقف موحد داعم لقضايا واحتياجات التنمية المستدامة في المنطقة، وكذلك مشاركتنا ضمن مجموعة 77 والصين والاجتماعات الدولية والإقليمية، وكذلك المشاركة في اجتماع الحكومات في الأمم المتحدة قبل إعلان الأجندة، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر أديس أبابا للتمويل من أجل التنمية وتبني إعلان المؤتمر ليكون خارطة الطريق حول توفير التمويل والدعم للوصول إلى تنمية مستدامة. وهنا لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر العظيم لمن شاركوا في هذه الاجتماعات والمشاورات، وكذلك القائمين والمنظمين والميسرين لها. السيدات والسادة الحضور الكرام، على مدار عمل شامل ومكثف لمدة 14 شهرا، وفي شهر أيار من العام 2015 أنجز الأردن تصورا اقتصاديا واجتماعيا للسنوات العشر القادمة بصورة تشاركية من قبل الجميع من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومجلسي الأعيان والنواب والمرأة والشباب، تمثلت بالإعلان برعاية ملكية وثيقة الأردن 2025 لتكون خارطة طريق للأردن الذي نريد في التنمية ويكون هدفه المواطن الأردني. وإدراكا من أهمية تنفيذ مخرجات هذه الوثيقة، عملت الحكومة ومن خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من خلال 17 فريق عمل قطاعي بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية، على ترجمة مخرجات وثيقة الأردن 2025 إلى خطط عمل تنفيذية متعاقبة. الأولى تم تضمينها كجزء من البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2018، وقد جاء هذا البرنامج متناسقاً ومتناغماً مع مبادئ التنمية المستدامة والاتساق والترابط العمودي من الأسفل إلى الأعلى وبالعكس، والاتساق والترابط الأفقي بين القطاعات التنموية المختلفة. واحتوى البرنامج على 26 قطاعاً تنموياً تمثلت بالعدل والتشريع والصناعة والتجارة وريادة الأعمال والاستثمار والتنمية الزراعية والسياحية وتطوير القطاع العام والقطاعين النقدي والمالي والقوى العاملة والرعاية الصحية ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية واللامركزية والتنمية المحلية، بالإضافة إلى التنمية البشرية من تعليم عالي وتعليم عام والشباب والتنمية الثقافية، بالإضافة إلى قطاعات البنية التحتية من نقل وطرق وإسكان واتصالات وتكنولوجيا معلومات ومياه وصرف صحي وطاقة وبيئة مستدامة. وقد تم التنسيق التام مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لمراجعة هذا البرنامج بشكل مؤسسي لأخذ بعين الاعتبار منظور النوع الاجتماعي في إنهاء وضع هذا البرنامج. وتم التنسيق الكامل ولأول مرة مع دائرة الموازنة العامة وفق قرار مجلس الوزراء لتكون مخرجات البرنامج التنموي المرجع في إعداد الموازنة العامة للدولة، ومما يضمن توجيه المخصصات المالية والاستفادة القصوى منها في مجالات التنمية التي تم التخطيط لها. وقد تضمن البرنامج أيضاً آلية للرصد والتقييم من خلال حوالي 600 مؤشر قياس أداء تم وضعها على كافة المستويات. الحضور الكرام، أنجز الأردن كذلك برامج وطنية لتنمية المحافظات للأعوام 2016-2018 بنيت على دراسات تحليلية وميزة تنافسية لكل محافظة بهدف إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية وبيئة متوازنة في المناطق وإزالة التفاوتات التنموية بين المحافظات والأقاليم وتمكين المجتمعات المحلية والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وإيجاد اقتصاديات محلية متنافسة ومستدامة متضمنة التدخلات الحكومية والمشاريع الاستثمارية من قبل القطاع الخاص ومبادرات التشغيل الذاتي والمشاريع الإنتاجية الميكروية والصغيرة والمشاريع الريادية. وتم تضمين مخرجات برامج تنمية المحافظات ضمن البرنامج التنموي التنفيذي الذي ذكرته. أما على صعيد التشريعات الداعمة للتنمية بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز المشاركة والحاكمية الرشيدة، فقد أنجز الأردن في الفترة الماضية
عدة استحقاقات تشريعية تمثلت بقانون اللامركزية وقانون البلديات وقانون الانتخاب الذي أقره مجلس الأعيان والنواب مؤخراً وقانون الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشريعات أخرى في هذا الشأن. كل ذلك وبجانب استحقاقات وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي للأعوام الثلاث القادمة والبرامج اللاحقة وبرنامج تنمية المحافظات للأعوام الثلاث القادمة، شكل ذلك أرضية صلبة في تحقيق تحول للتنمية المستدامة والمتوازنة، وتشكل هذه الاستحقاقات الأساس والمنطلق لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030. وهذا دليل على أن إحداث تنمية مستدامة على المستويين الوطني والمحلي هو الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه في الأردن. ولغايات تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الأردن وبما يتناسب مع طبيعة الأردن والأولويات الوطنية، فإننا نتطلع إلى العمل خلال المرحلة القادمة وبشراكة فاعلة مع منظمات الأمم المتحدة وأيضاً القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني إلى ما يلي: أولاً، تكثيف الجهود من أجل نشر الوعي بأهمية الأهداف والغايات والمشاركة من قبل الجميع، وصولاً إلى الملكية الوطنية National Ownership من أجل الدفاع عن هذه الأجندة واستدامتها. ثانياً، إدماج ومواءمة الأهداف والغايات والمؤشرات للتنمية المستدامة 2030 على المستوى الوطني، وهذا يتطلب إجراء مقارنات أو ما يسمى بالمابينج مع أهداف وسياسات ومبادرات ومؤشرات البرنامج التنموي التنفيذي الذي يمثل الخطة الوطنية، وهذا سيؤدي إلى تحديد درجة التلاقي والتقاطع والثغرات والنواقص، وكذلك التقاطعات بين القطاعات التنموية المختلفة مما يفرض التناغم بينها، وما هي الإجراءات والتعديلات المطلوبة التي تنسجم مع الأولويات والتوجهات الوطنية. كذلك لابد من العمل في هذه المرحلة على تحديد واعتماد وتصنيف مؤشرات قياس أداء على المستوى الوطني والمحلي وحسب الجنس، وكما ذكر السيد إدوارد كالن فريق دائرة الإحصاء الوطنية موجود الآن في الاجتماع الدولي الذي سيحدد مؤشرات القياس حتى يتم نقل هذه التجربة إلى الأردن وإدخالها ضمن دورة الإحصاءات الوطنية حتى نستطيع متابعة تنفيذ هذه المؤشرات. ثالثاً، تأصيل وتكييف الأهداف والغايات والمؤشرات للتنمية المستدامة على المستوى المحلي المحافظات وعمل إسقاطات لها، وهذا يتطلب العمل تدريجياً من خلال اختيار بعض المحافظات بشكل تجريبي وتطبيق ذلك عليها، من ثم تعميم هذه التجربة على كافة المحافظات. رابعاً، بناء القدرات الوطنية، وذلك من خلال بناء القدرات وتقديم الدعم الفني في مجالات الإدماج والتكييف والمواءمة لهذه الأهداف والغايات والمؤشرات على المستويين الوطني والمحلي. ويسرني أن أعلمكم بأننا في آخر زيارة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك قبل حوالي 10 أيام، تم الاتفاق على أن يكون الأردن دولة نموذجية مع برنامج الـ UNDP حتى نبدأ بعملية إدماج مؤشرات ومتطلبات أجندة التنمية المستدامة في خططنا الوطنية، ويكون الأردن دولة نموذجية على مستوى المنطقة. خامساً، الرصد والتقييم، حيث تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع وحدة الإنجاز في الرئاسة ببناء نظام متابعة وطني سيكون البرنامج التنموي التنفيذي جزءا منه، ونتطلع إلى أن تكون عملية رصد التقدم الحاصل بالمؤشرات لأهداف التنمية المستدامة 2030 ذات العلاقة بالأردن جزء من هذا النظام، بحيث يتم إصدار تقارير متابعة، وستكون هناك لوحة مؤشرات ديناميكية ما يسمى بالداشبورد على موقع الوزارة الإلكتروني متاحة للجميع في أي وقت عند إنجاز هذا الجهد. سادساً، مصادر البيانات، وهنا يتطلب العمل على تقديم الدعم الفني والمالي لدائرة الإحصاءات العامة من أجل توفير البيانات الإحصائية للتنمية المستدامة بالجودة العالية والوقت المناسب، خاصة وأنه من المحتمل أن تكون هناك مؤشرات لا تتوافر لها بيانات، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات لتوفيرها. سابعاً، التمويل،
لقد عملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة على اعتبار مخرجات البرنامج التنموي التنفيذي المشروعية في إعداد الموازنات الدولة، الأمر الذي سيعزز من نحو توجيه الموارد نحو أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تحديد الفجوة التمويلية التي بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي، ويتم العمل بشكل مستمر على حشد التمويل والمساعدات لدعم تنفيذ أولوياتنا. ومخرجات مؤتمر لندن التي تصب ضمن هذا التوجه كانت آخر مؤشر نجاح على استقطاب التمويل الإضافي لدعم أجندتنا التنموية. ثامناً، الإطار المؤسسي. تقود وزارة التخطيط والتعاون الدولي عملية التخطيط للتنمية وبالتنسيق الكامل مع كل مؤسسات الدولة، وبذلك تكون أجندة التنمية المستدامة 2030 جزء أساسي من هذه المنظومة. وهذا يتطلب أن تعمل اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة التي أتشرف برئاستها كلجنة توجيهية، لذلك يرتبط بها كافة فرق العمل القطاعية 17 واللجنة التنسيقية التي عملت على إعداد وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي، مع إضافة أعضاء لهذه الفرق من الجهات المعنية الأخرى بالتنمية المستدامة. تاسعاً، نتطلع إلى عملية تحضير وثيقة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في الأردن للسنوات الخمس القادمة، والتي سيجري التحضير لها هذا العام بأن يتم توجيه محاورها نحو أهداف وغايات التنمية المستدامة ذات الأولوية الوطنية. السيدات والسادة الحضور الكرام، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الأردن وبشكل شامل لا يمكن تحقيقه بدون إيجاد شراكة حقيقية مؤسسية من أجل التنمية، خاصة وأنه حالة الأردن الذي تفرض عليه ظروف المنطقة تحديات كبيرة تتمثل بوجود ما يزيد عن 1,300,000 سوري بناء على نتائج التعداد السكاني لعام 2015، منهم فقط 8% في المخيمات، مما يشكل ضغطاً كبيراً على اقتصادنا والخدمات العامة والمجتمعات المستضيفة لها وقدرتنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أثر تلك النزاعات في المنطقة على حركة التجارة والسياحة وغيره. كل ذلك أدى إلى زيادة في حجم المديونية وخدمة الدين العام والعجز في الموازنة، مما يضع دول العالم أمام تحمل مسؤولياتها تجاه دعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة والخزينة، ووفق خطة الاستجابة الأردنية للأعوام الثلاث القادمة، وذلك لتمكين الأردن من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين وبنفس الوتيرة من جانب، ومن جانب آخر تحقيق التنمية المستدامة والتي تنعكس أثارها على المواطن الأردني دون أي تراجع. أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، السيدات والسادة الحضور الكرام، سمو الأميرة، اسمحوا لي في الختام أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى كافة المشاركين في هذا الاجتماع، آملين أن تستمر مثل هذه اللقاءات والتعاون والتنسيق للمساهمة في تحسين مستوى نوعية حياة المواطن، وكلنا ثقة بإمكانية تعزيز قدراتنا ومواصلة مسيرتنا على طريق تحقيق التنمية المستدامة بإذن الله، في ظل توجيهات ورعاية سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، المؤمن بقدرتنا على تخطي العقبات والتغلب على التحديات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.